قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذكر الله أكبر. قال: لذكر الله في الصلاة أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ويقول: من ظن أن ذكر الله أعظم من الصلاة فقد أخطأ في تفسير الآية. يقول: ذكر الله يعني تعظيم الله في هذه الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إذن لو أتى بهذه الطريقة التي ذكرتها لا تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فحسب، لا، بل يتولد له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: من تعظيم الله ومن رجائه ومن محبته، فيحصل له من هذه المحبة ومن هذه الخشية ومن هذا الرجاء، يحصل له من كل واحد ناهٍ ينهاه عما يسخط الله عز وجل.